انا جيت. هنعمل دلوقتي سلطه الحمص، سلطه ظريفه جدا جدا وسهله قوي، بتشبع، مغذيه، سهله، خطيره، طعمها حلو جدا كمان، اهم حاجه الطعم. بص معايا شويه من الحمص المسلوق، يا اما بتجيبيه تسلقيه او دلوقتي بيتباع، انتوا عارفين الحمص في علب كان كده زي الذره والمشروم والفاصوليا الحمراء والكلام ده كله، ممكن تجيبيها بس تشطفيها شطفه خفيفه تحت الحنفيه من ميه التخزين اللي بتبقى موجوده فيها، لان بيبقى فيها مواد حافظه، فالافضل ان احنا نشطفها، او تجيبي الحمص العادي خالص ونسلقه زي ما بنسلقه كده ساعه لما بنيجي نعمل الكشري، تمام؟ يتسلق سلقه حلوه. معانا بقى طماطم، طماطم متقطعه مكعبات او طماطم شاري زي اللي معانا دي متقطعه مصاص براحتكم اللي متوفر. معانا بصل احمر متقطع شرايح، معانا فلفل الوان متقطع مكعبات، معانا خيار برضو متقطع شرايح او ممكن تقطعوه مكعبات براحتكم، وشويه بقدونس حلوين كده. ان هو ايه اتفرفط، انه متقطع شرايح بالظبط اهو. وبعدين بقى الفلفل الالوان اهو كده، ونقلب كل الكلام ده، نحطه كده بالتدريج ورا بعضه مع التقليب، هيعمل طعم حلو قوي لخضار السلطه. ونحط كمان الخيار اهو، ومعانا كمان الطماطم، كل الكلام الحلو ده كده مع بعضه، وندي تقليبه. بس شكلها يفتح النفس ازاي، ايه الجمال ده، خطير. كده وبعدين ننزل بقى بالحمص اللذيذ المسلوق كده، يبتدي بقى ايه ياخد ويدي مع الكلام الحلو ده، واخر حاجه رشه البقدونس. وصدقوني احلى طبق سلطه، لذاذه مفيش بعد كده، بنبقى جعانين ومش عايزين ندبها قوي في حاجات ملهاش لازمه، فلما نبتدي بطبق السلطه اللذيذ ده هيفرق معانا قوي على الفطار اهو. بصوا نفضل نقلب عشان نطمن ان الدريسنج وصل للخضار كله وللحمص وشويه بقدونس اهو، بس كده. ومعايا بقى الطبق اللطيف اللي هقدم فيه، وننزل بالسلطه اهو. بسم الله، سواء الالوان وشكلها خطير، هتعجبكم جدا جدا يا جماعة. وعلى السفرة طبق سلطة مختلف كده وجديد وحلو وطعمه خطير، ونديله برضو كده رشة خفيفة من البقدونس، وبرضو رشة خفيفة كده من زيت الزيتون على الوش، بس كده خطير. أشيل يا أستاذ أنس أوديه هناك، يلا بينا. أهو خطير، لذاذة لذاذة، مش قادرة أقول لكم. جربوه إن شاء الله يا رب يعجبكم. الحلقة خلصت،
عملنا ايه النهارده؟ عملنا اول وصفه صينيه الجلاش بالخضار والجبن، حشيتها اي حاجه، انا مسميها صينيه جلاش بحشوه لاي حاجه علشان مناسبه نحط جواها فعلا اي حاجه متبقيه عندنا نخلص منها في وصفه جديده وتتاكل بالف هنا وشفاء. والوصفه الثانيه سلطه الحمص الحلوه بالخضار، طعمها خطير وبسيطه جدا، مش هتاخد منكم ابدا اي وقت وبتشبع ومغذيه. جربوها قولوا لي ايه رايكم، ان شاء الله تعجبكم. الحلقه خلصت، بشكركم جدا جدا ان انتم تتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعه 12:30 على قناه النهار مواعيد رمضان. اتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا. باي باي.